المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال امبارح أنه لا صحة لإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن من قبل أي جهة رسمية، وشدد على أن المجال الجوي المصري وكذلك الحركة الجوية يعملان بشكل طبيعي دون توقف، مع استمرار مختلف المطارات المصرية في تسيير كافة الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقا لجداول التشغيل اليومية. كمان امبارح أيضا أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استمرار التفاعل الكبير مع حملة أنت أقوى من المخدرات من جانب الشباب وكافة الفئات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. الصندوق قال أنه خلال أسبوعين بس ارتفع عدد الاتصالات على الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان ل 12000 مكالمة، وذلك لتلقي العلاج من الإدمان بنسبة زيادة بلغت 500%. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها تأكيد الحكومة أنه لا صحة لإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن من قبل أي جهة رسمية. كما تم التجديد على أن المجال الجوي المصري وأيضاً الحركة الجوية يعملان بشكل طبيعي دون توقف، مع استمرار مختلف المطارات المصرية في تسيير كافة الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقاً لجداول التشغيل اليومية، ما عدا الرحلات المتجهة لبعض الدول نتيجة توقف مجالها الجوي أمام حركة الطيران. امبارح أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استمرار التفاعل الكبير مع حملة المخدرات هتجرك للنهاية، ما تربطش نفسك بيها، أنت أقوى من المخدرات، وده من جانب الشباب والفئات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبلغ عدد مشاهدي الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 26 مليون مشاهدة، وارتفع عدد الاتصالات على الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان ل 12000 مكالمة لتلقي العلاج من الإدمان بنسبة زيادة 500%، وده عقب انطلاق الحملة منذ أسبوعين وحتى الآن. امبارح أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن الحصاد الختامي لمبادرة رمضان بصحة لكل العيلة، وفحص أكثر من 312000 منتفع بمحافظات تطبيق التغطية الصحية الشاملة بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس وأسوان، وده ضمن فعاليات المبادرة بما يتخطى 100% من المستهدف من المبادرة اللي انطلقت طوال شهر رمضان الفضيل واستمرت خلال أيام عيد الفطر المبارك. امبارح أعلنت وزارة الصحة عن فحص 4,915,689 طالب بمختلف مدارس الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وده منذ إطلاقها خلال العام الدراسي الحالي يوم 5 نوفمبر 2023 وحتى الآن في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.